فاطمه تقول: عندما اذهب الى زياره اخواتي او عماتي او خالاتي فانني اجد ازواجهن، ولذلك فاني لا اذهب اليهم، فهل اعتبر قاطعه لرحمي؟ لا يكون وجود ازواجهن لا يعني زيارتهن، بل عليك ان تزورهن وان كان وجود ازواجهن، لان هذا لا يمنع ان تدخلي وتسلمي وتنصرفي الى بيتك، الا اذا كانت المساله كانت مساله خلوه مع زوجته او هم لا يرغبون ان تاتي في هذه الحاله، فانه لا يجوز. اذا كان عندهم عدم رغبه في مزيدك في هذه الحاله فانك لا تذهبين اليه، اما اذا كان لا يمنعون من هذا فان وجودهم لا يمنع من زيارتهم. جزاكم الله خيرا.